السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم الفلفل الحار مرقد اكسبريس، غادي يوجد باسرع وقت، يعني ممكن توجدوه ذاك النهار في الصباح وتبداو تستعملوه في العشيه، ولا توجدوه بالليل والغد ليه تبقاو تحطوه لكم في جميع الوجبات ديالكم. كيجي رائع وزوين بزاف بزاف، احسن من اللي كيتباع في المحلات وصحي لاننا موجدينه في الدار وعارفين شنو دايرين فيه. اذا بداو على بركه الله. كيف كتشوفوا معايا عندي الفلفل الحار، غسلته مزيان نظفته ودرته في الصفايه حتى تقطر، وانا عندي دوك العويدات ديالو الفوقانيين طوال نقص منهم شي شويه، ممكن تخليهم كما هما غير تغسلوه. الخطوه الاولى هي انكم تغسلوه مزيان وتقطروه، من بعد تحطوه في شي طنجره وتفتحوه واحد شويه. اذا واحد شويه كيف شفتوا معايا، فتحته هكذا من الوسط شققته باش بسرعه يشرب هذيك المليحه اللي غنرقدوها فيه ويطيب لينا في اسرع وقت ممكن. اذا بعد ما كنفتح او كنفلح كلهم هذوك الحبات ديال الفلفل اللي عندنا، في هذه الاثناء درت الماء فوق النار يغلي بحال غادي نوجد به اتاي. اذا السر هنا في الماء المغلي هو اللي غادي يسرع لينا الترقاد ديالو، فكيوجد في مده قصيره كيف شفتوا معايا، في نهار واحد ولا اقل كيكون عندنا واجد. اذا انا هنا كنوجدو دابا بالليل والغد ليه ان شاء الله نحطوه باش نبداو الاستهلاك ديالو. اذا ها هو من بعد ما كملت كلهم الحبات ديال الفلفل كلهم شققتهم من الداخل من الوسط، ما كنحيد منهم حتى حاجه لا زريعه ولا اي شيء، كنحيدوش ديك البذور فقط كنشقوها من الداخل وخويس عليها الماء طيب. غادي نحطها فوق النار ماشي نحطها تسلق، لا غادي غير نحطها دقيقه غير نشعل عليها باش هذيك الماء المغلي بحال غادي يبان لينا طلعات في هذيك الغليه صافي ونطفي. دقيقه غير تحطها هكذا وطفي عليها النار، يعني بحال غير كتاكدوا ان داك الماء راه طيب مزيان صافي. وكنخليها حتى كتبرد، اذا خليت الفلفله في الطنجره ديالي حتى بردات على راحتها كيف شفتوا، راه غير خويت فوقها الماء طيب فقط باش يخليها بسرعه طيب وتشرب هذيك المليحه وتجي لذيذه. هيا من بعد ما بردات كنهزو ديك الفلفله ديالي وكنديرها في واحد القنينه معقمه، واحد القريعه الزاج معقمه، كنرتب فيها داك الفلفل هكذا بالطول. وغادي نحتاج كيف كتشوفوا معايا هنا الحامض او الليمون، حبه ليمون كبيره على حساب الكميه. انا هنا عندي غير نصف كيلو ديال الفلفل، الا درتي اكثر استعمل حتى الحامض اكثر لانه كيسهل حتى في انه يعطيه ديك النكهه الجميله ويسهل انه يرقد بسرعه. كذلك درت واحد ربعه الرؤوس ديال الثوم. هنا غتشوفوا معايا جوج معالق ديال الملح، جوج معالق كبار ديال الملحه درتهم في هذاك الماء اللي غليت فيه، يعني الماء اللي كنغليو فيه راه ما كنرميوش، خديت منه الفلفله ومن بعد درت فيه حتى برد طبعا درت فيه الملحه وحركت مزيان مزيان باش كتخلط ليا الملحه مع الماء، وخويته في هذيك القريعه فوق الفلفله والحامض والثومه. من بعد ملي كملت ها نتوما كتشوفوا راه تفرغ الماء والملح كاملين، بقاو غير شويه الحبيبات ديال البذور او ديال الزريعه. من بعد ما كنكمل ضروري انني ندير واحد شويه الزويته بلديه الفوق باش كتشكل لينا واحد الماده حافظه كتحافظ على الفلفله ديالنا باش ما كتخسرش واخا تبقى واحد المده. اذا درت زيت الزيتون صافي، ها هو واجد عندي هنا الفلفل الحار. الان ما بقى لي غير نسد عليه وباش يكون محكم الاغلاق باش نسدو مزيان مزيان هاد القرعه الزاج وما يتسربش ليها الهواء. من الافضل انكم ديروا اما بحال كيف درت انا ورق الزبده، ولا ديروا البلاستيك الغذائي اللي بغيتو وسدو مزيان وتخليوا القريعه ديالكم كيف قلت لكم. مثلا وجدتيها في الليل انا خليتها هنا حتى الصباح، ولا توجدوها في الصباح تخليوها حتى العشيه. ها هي القريعه ديالي الغد لي ها نتوما انا حليتها، هيا كتبان لكم الثومه شاربه الزيت، هيا الفليفله صافي راه ترقدات وواجده. هنا حليت عليها باش نحطوها في الغديوه ديالنا،
كتجي زوينه 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 بزاف بزاف، بحال راكم مرقدينها 15 يوم ولا اكثر، هي غير في يوم واحد. يعني اما وجدوها الصباح وتحطوها في العشيه، ولا من الافضل توجدوها وتخليوها نهار كامل. بحال هنا انا وجدتها في الليل وخليتها حتى الغد ليه في الغدا حتى الصباح ديال الغد ليه، حتى شي 12 هكذا الوحده. عاد حليت، ها هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، كتشهي زوينه بزاف بزاف، زوينه ومحتفظه بالنكهه ديالها وبالحرور ديالها، يعني حتى حاجه ما كتضيع منها، وفيها هذيك الريحه الثومه والحامض. اذا ها هي اكسبريس جاهزه بسرعه بسرعه، يعني الا ما كانش عندنا الوقت باش ما عندناش استعداد اننا نستناو ايام باش ترقد لينا الفلفله، لان حطيت معكم قبل كيفاش كنرقدها بشكل طبيعي، وحطيت معكم كذلك الفلفل الحار اللي كنرقد في زيت الزيتون ومنسم بالاعشاب. وهنا بغيت نشارك معكم حتى هذه الطريقه، فاش ما كيكونش عندي نهائيا الفلفل الحار عوض ما نشريه من برا، كنوجدو بهذه الطريقه السريعه وكيجي زوين رائع شهوه منه. اذا احبتي هذه هي طريقتي السهله والبسيطه في تحضير الفلفله بشكل سريع بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو تخليوا لي الاعجاب ديالكم وتشتركوا في القناه.